بمناسبة عيد شفيعها القديس أنطونيوس البدواني الكثير العجائب، احتفلت الجمعية الأنطونية في كنيسة مار أنطون ببيت لحم بهذه المناسبة المباركة، حيث غصت باحة الكنيسة بالمؤمنين الذين تقاطروا إليها لطلب الشفاعة وشفاء مرضاهم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بمناسبة عيد القديس أنطونيوس البدواني أقيم قداس احتفالي في كنيسة مار أنطون في الجمعية الأنطونية في بيت لحم، ترأسه الأب رامي عسكري بحضور رئيس البلدية المحامي أنطون سلمان وممثلي المؤسسات والراهبات والمؤمنين والجوقة وبعض من النزلاء من الجمعية الأنطونية. ابتدأ القداس بتلبيس الأثواب بعد مباركتها للأطفال المنذورين لارتداء زي مار أنطون. وفي عدة القداس تطرق الأب عسكري للحديث عن أعمال مار أنطون وحياته، والذي ولد في العاصمة البرتغالية لشبونة واختار الحياة الرهبانية عند الرهبنة الأغسطينية نسبة للقديس أغسطينوس. وعندما تعرف على الإخوة الفرنسيسكان وبموافقة الرؤساء رسم راهباً فرنسيسكانياً باسم أنطونيوس، والقديس هو شفيع الطلبة والفقراء وشفيع المفقودات، ويرتبط اسمه بيسوع الطفل والإنجيل والزنبقة. توفي في 13 من حزيران وما زالت ذخيرة له محفوظة لليوم في كنيسته في مدينة بادوا الإيطالية، ولهذا سمي مار أنطونيوس البدواني. وفي نهاية القداس أعطيت البركة للجميع، وبعدها أقيم حفل استقبال وتبادل التهاني في ساحة الجمعية الأنطونية. القديس أنطون له مكان كبير في مدينة بيت لحم، وإذا بتتابعي وبتزور عائلات بيت لحم بتشوفي كل العائلات في بتلاقي في عندها طفل أو شاب أو شخص بيحمل اسم مار أنطون لمكانة القديس في بيت لحم في حياة بيت لحم. طبعاً إحنا بنحكي عن إيمان وتقليد متبع من سنوات طويلة، نؤمن بأنه هو شفيع لأبناء هذه الأرض المقدسة، واللي نحن دائماً بنطلب شفاعته مع شفاعة أمنا البتول مريم العذراء ليساعد أهل وسكان هذه البلاد المقدسة على البقاء والصمود والاستمرار في العيش في هذه الأرض. بتمنى للجميع عيد سعيد وكل عام والجميع بخير. واليوم بنحتفل بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد مار أنطونيوس شفيع المؤسسة هون. نحن بهالوقت اللي عم نمر فيه نشكر الله، أبعد عنا الوباء حتى الناس تتنفس وتشارك بهالذبيحة وتجمعنا المحبة واشتقنا للقاءات القداس. ونحن منعيد على كل واحد بيحمل أنطون، أنطوانات، توني، تانيوس. أنا اليوم ندرت ابني لمار أنطون لأنه ستي كل ولد عندنا في العيلة بتندره لمار أنطون، يعني متعودين وإحنا صغار كل ولد يجينا لمار أنطون تندره. ستي بتحبي تحكي لها ليش ندرتيها؟ أنا شفيعي مار أنطون، أنا ومار أنطون صحبة كتير، يعني لا بتصدقوا قديش أنا صحبة أنا ومار أنطون، فلذلك قدمت له الولد حتى وهو بلبس قشعر بدني وأنا بشوفه بلبس والخر بصلي عليه، لأن أنا بعرف إنه مار أنطون حاضر. للنورسات مارلين الحدوة من جمعية مار أنطون بيت لحم.